للوقوف عند الاحتجاجات التي تجتاح تونس في الذكرى العاشرة لثورتها، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الدكتور كمال العيفي، رئيس الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية. دكتور كمال، أهلا بكم. يعني بعد عقد من الزمان ورغم الثورة الشعبية الملهمة، يضطر الشعب التونسي للخروج إلى الشوارع مرة أخرى للمطالبة بنفس المطالب التي خرجوا من أجلها قبل 10 سنوات. كيف تبعتم ذلك دكتور؟ شكرا جزيلا. هو في الحقيقة يجب تنسيب المسألة، القول بأنه الشعب التونسي، بكلمة الشعب التونسي، قد خرج للمطالبة بنفس المطالب التي طالب بها قبل 10 سنوات. هذا فيه شيء من مجانبة الصواب في الحقيقة، لأنه أول شيء الذين خرجوا ليلا وبأعداد قليلة جدا، ولكن للأسف الشديد خرجوا في المناطق التي فيها البنوك والمتاجر الكبيرة والمولات. وللأسف الشديد شهدنا، عوض أن نرى عمليات احتجاجية، رأينا عمليات نهب وسرقة وتكسير إلى غير ذلك. ولذلك خرج بالأمس رئيس الجمهورية واليوم رئيس الوزراء ليعبر عن أسفهما ويطالب المحتجين بالابتعاد عمن يمكن أن يوظف هذه الاحتجاجات للتخريب والسرقة والنهب. صحيح أن المسألة في تونس الاجتماعية والاقتصادية تراجعت كثيرا لأسباب ذاتية ولأسباب موضوعية، ولكن ليس لدرجة أن الناس تخرج ليلا من أجل النهب والسرقات، وإنما عندنا في تونس هامش كبير جدا من الحرية. لذلك كثير تساءلوا لماذا مع هذا الهامش الكبير من الحرية والقدرة على التعبير على الرأي نرى هذه العمليات الاحتجاجية بهذه الطريقة، يعني العنفية الكبيرة جدا. هذا أولا. ثانيا، والمشكلة الحقيقية أنه هذه الاحتجاجات التي خرجت إلى يومنا هذا، وهذا اليوم الخامس تقريبا وقد خفتت كثيرا، لم نجد لها قيادات ولا ريادات ولا مطالب معينة واضحة، ولا حتى حزب سياسي وراءها، ولا حتى جمعية وراءها، خاصة أنه أغلبهم حديثي أسن. عندما قيل أنه هذه تتبع تنسيقيات الرئيس قيس سعيد، خرج الرئيس التونسي وعبر عن أسفه عن هذه الأحداث وطالب المحتجين بعدم الاعتماد على من يكسر ومن ينهب ليلا ويمكنهم الاحتجاج نهارا وأمام الناس مثلما يضمنه لهم القانون. طيب. دكتور، يعني هناك من يقول إن حراك الشارع مدفوع بأطراف لا يروق لها مخرجات العملية السياسية بعد الثورة سواء من الداخل أو الخارج، هل تتفقون مع هذا الطرح دكتور؟ نسبيا كذلك. لماذا؟ لأنه الآن نجد في تونس عمليتين احتجاجيتين، واحدة من الداخل وواحدة من الخارج. من الخارج هي كل الناس تعرفها، الثورة المضادة بقيادة الإمارات العربية المتحدة التي استخدمت كل قواها السياسية وكذلك المالية من أجل الضرب بقوة على الثورة التونسية خوفا من تمددها إلى خارج تونس. ولذلك عندما رأينا الاحتجاجات وكأنها مصادفة وكأنها عبقرية وسائل الإعلام الإماراتية، وجدنا في كل الأماكن التي وقعت فيها احتجاجات تلفزيونات إماراتية مثل تلفزيون الغد أو تلفزيونات أخرى تتبع لها مباشرة مع انطلاق الأحداث وبالليل كذلك، دليل على أنه المسألة كانت مركبة ومقصودة ومعروفة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي من الداخل، أنصار الثورة المضادة من ناحية، وكذلك بعض المعارضين الذين لم يجدوا حظهم في الانتخابات المتتالية التي وقعت في تونس وعددها 7 منذ الثورة إلى الآن، وأذكر بالأساس مجموعات ضئيلة جدا من اليسار الراديكالي التي لا يروق لها الاستقرار. طيب. والتي لا تعيش إلا على كلمة لا وعلى المعارضة الراديكالية غير البناءة فقط. طيب دكتور، التغيير الوزاري الذي أجراه هشام المشيشي منذ أيام
تعتقد أنه يمكن أن يحدث فرقا على المستويين الشعبي والسياسي؟ كنت أنتظر هذا السؤال بشغف في الحقيقة. لم أرد أن أستبق الأمور، وكنت أريد أن أختم به، لأنه مربط الفرس هنا. هذه الاحتجاجات جاءت لماذا؟ جاءت مباشرة بعد التغيير الوزاري الذي أحدثه هشام المشيشي رئيس الوزراء. رئيس الوزراء أقال مجموعة من الوزراء الذين أرغم على تواجدهم في وزاراته. نعلم أن تونس تحكم بثلاث رؤساء، رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الدولة، وللأسف الشديد رئيس الدولة أجبر رئيس الوزراء على قبول بعض الوزراء، ومنهم من لم يعرفه رئيس الوزراء إلا قبل أداء القسم بسويعات. قبل الحصول على التزكية من مجلس نواب الشعب بسويعات. لذلك عمل المشيشي على استقلاليته وعلى الأخذ بزمام الأمور وعلى تقمص وظيفته بالكامل كرئيس للوزراء، وغير مجموعة من الوزراء، خاصة بعد تبين أن وزير الداخلية السابق الذي غيره تدخل في بعض الأمور التي لا تدخل في اختصاصه، ثم بعد ذلك قام بتعيينات مهمة جدا داخل وزارة الداخلية بدون استشارة رئيس الوزراء، وكذلك وزير البيئة الذي تبين فساده وفساد إدارته، فعمل على تغيير هذه الوزارات بالاتفاق مع الحزام السياسي الذي يتفق معه. مباشرة بعدها حصلت احتجاجات على هذه التحويلات الوزارية التي لم ترق لا لموقع أو لمستشاري الرئاسة التونسية ولا لبعض المعارضة التونسية. دكتور كمال، أخيرا، كيف تتوقعون الاحتجاجات، كيف يمكن التعاطي معها شعبيا ورسميا؟ بمعنى، هل ستتسع رقعة الاحتجاجات، وكيف تتوقعون تعاطي الدولة معها بعد تصريحات رئيس الجمهورية التي وصفها البعض بالفلسفية، وهي بالتالي لا تناسب الواقع المشتعل في تونس؟ قبل قليل كنا نتابع خطاب رئيس الوزراء التونسي، قال خطابا مهما، قال أنه المطالب مشروعة ولكن كيفية الاحتجاج مرفوضة، خاصة أنها تزامنت مع أو ترافقت مع أعمال عنف وشغب ونهب وسرقة وحرق، وقال أنه ينظر إلى المسألة بطريقة جدية، وأنه لا تراجع على التغيير الحكومي ولا التراجع على الإصلاحات السياسية، ولكن ممكن النظر في المطالب على حسب الإمكانيات التي تعيشها تونس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، انحصرت كثيرا الاحتجاجات في الحقيقة في تونس، لأنه احتجاجات لم تكن قائمة على مطالب واضحة من المحتجين، ولم تنتظم في انتظام سياسي أو جمعياتي معين، وإنما كانت صادرة فقط من مجموعات من الشباب التي انحسرت بطريقة كبيرة جدا. وأنا أرى أنه هذه العملية ليس أو هذا المحاولة الاحتجاجية التي أديرت جزء منها من الداخل، من الغاضبين من الثورة ومن جرح الثورة كما نسميهم نحن، ومن جرح الديمقراطية الموجودين في بعض الدول الأخرى مثل دول الخليج، أنه ليس لها مستقبل، وإنما الإصلاحات السياسية في تونس ستستمر. ودائما أنا في كل مشاركاتي عندما أقول، لا أقول أنه 9 سنوات مرت أو 10 سنوات مرت من الثورة، وإنما 10 سنوات مرت من المقاومة من أجل بقاء الثورة. نعم دكتور، عبر سكايب من باريس الدكتور كمال العيفي رئيس الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية، شكرا جزيلا لكم.